تخيل كده، الطريقة الوحيدة اللي بتتواصل بيها مع العالم الخارجي هي بس كف إيدك. صعب تتخيلها، بس بطلة قصتنا النهاردة بطلة من نوع تاني، عاشت تجربة صعبة جداً في حياتها. هالة اتصابت بمرض مناعي نادر دمر لها كل حواسها. أنا فقدت أربعة عزيز في أول مرضي، بصر وسمع وشم وتذوق وتغيير نبر صوت. لكن ده ما كسرش أبداً روحها ولا عزيمتها. يلا يلا عشان نعرف الناس على الفقرة ولا كنت في كلية التربية قسم لغة إنجليزية، وبعدين في آخر سنة في آخر مادة في الامتحان بدأ يجيلي صداع وألم في مؤخرة دماغي، حصل لي رؤية مزدوجة وكنت بشوف الحاجة اتنين، وبعدين فقدت بدأت عينيا الشمال تضعف، وبعدين اتنقلت عينيا اليمين بدأت أفقد البصر بسرعة، وبعدين نقل الموضوع لوداني الشمال لغاية ما بقتش أسمع بوداني الشمال، كنت فقدت البصر خالص، واتنقلت لوداني اليمين بدأت تضعف هي كمان، وبعدين كان فاضل لي آخر مادة في البكالوريوس ما كنتش دخلتها. بعد ما خلصت الامتحان بثلاث او اربع ايام فقدت السمع خالص في ودني اليمين هي كمان. بعد ما قعدت الف على دكاتره كتير شخص حالتي بان انا جالي فيروس مناعه هاجم المركز العصبي اللي في المخ، اكتشفت فجاه بعدها ان انا فقدت كمان حاسه الشم وحاسه التذوق مع باقي الحواس، ونبره صوتي اتغيرت، لكن الحمد لله ما فقدتش فقدت صوتي. بابا الله يرحمه أول مرضي كان واقف جنبي وكان سند وكان ظهري ليا وكان جبل، كنت بسند عليه لأن في الأول كنت في حالة صدمة وانهيار. أول حد ابتكر موضوع الكتابة على كف إيدي التواصل مع اللي حواليا. وبعد فترة علاج خمس سنين بدون ما أي حاجة من الحواس اللي فقدتها ترجع، لما بدأت أتحسن في الأعصاب قررت أخرج للعالم الخارجي. عرفت إن في مكان المكفوفين ممكن يعلمهم طريقة برايل للقراية والكتابة. كنت أول مرة أعرف إن المكفوفين بيقروا ويكتبوا عن طريق البرايل للحروف البارزة. اتعلمت البرايل بسرعة في فترة قصيرة، عربي وإنجليزي، وتعلمت الكتابة. أول حاجة اشتريتها بعد ما خرجت العالم الخارجي كان أول مجلد للقرآن. قعدت فترة أستعير وأقرأ كتب كده لغاية ما حسيت إن لسه عندي وقت فراغ عايزة أملاه. انتدبوا لي بنت اسمها ماري، قالت لي ممكن تيجي هنا وتتعلمي شغل يدوي وتتعرفي على بنات كفيفات زيك. يعني بالنسبة لي الصراحة أنا حبيتها وهي سرعة تتحب، هي لذيذة والله. المشكلة إن البنات ما فيش فيهم حد بيعرف الحروف المبصر، كانت وسيلة التواصل بيني وبينهم هو كف إيدي. قررت أعلم البنات إزاي يكتبوا لي على عقد صوابعي كده بالبرايل. كنت أول مرة أعرف إن في جهاز اسمه سطر إلكتروني خاص بالصم المكفوفين، جهاز صغير كده عبارة عن سطر إلكتروني بالبرايل بارز بيترجم كل حاجة مكتوبة على شاشة الكمبيوتر. بدأت أدخل النت ويبقى ليا معارف وأصحاب، بدأت أتعلم الشغل. كنت عايزة أثبت نفسي مش لأي حد، بنفسي قبل أي حد. كنت عايزة أحس بالحياة، ولما كنت بطلع قطعة من الشغل كإنتاج كنت بقى مبسوطة لأني حاسة إن مطلعة حاجة فيها فن الناس بتقدرها وبتشتريها. عايزة أقول إن ربنا على قد ما خد مني على قد ما أعطاني حاجات مش موجودة عند الناس العادية ولا حتى المكفوفين العاديين اللي حواليا كانوا بيعملوني زي الأطفال مستغلين. مش هقول إن هم مستغلين ظروفي إن أنا كفيفة وصماء ومش عارف اللي بدور حواليا، هقول إن هم ما كانوش عندهم الوعي ولا الفهم لحد في ظروفي. هالة نموذج يحتذى به لكل واحد فينا بيمر بظروف صعبة، وبتفكرنا إن الأمل هو المفتاح اللي بيفتح لنا الأبواب الجديدة. من خلال رحلتنا مع هالة اتعلمنا إن القوة مش بس في الحواس لكن في الروح والعزيمة. أتمنى قصتها تكون حافز لينا كلنا علشان نتمسك بأحلامنا ونواجه الحياة بشجاعة.